عندي مسؤوليات مختلفة، على رأسها كانت إن أنا مسؤول عن الجدول بتاع المهمة كلها. إحنا كنا موجودين هناك لمدة 15 يوم، ال 15 يوم دول إحنا في عزلة تامة عن الشمس، بناكل أكل كله مجفف، مفيش خضار، مفيش فاكهة، مفيش حاجة يعني غير لو كانت مجففة. حاجة في البيئة نفسها بتتقاس، الرطوبة، درجة الحرارة، كل الحاجات دي. بناخد قرايات على الأقل يومين مرتين أو ثلاثة في اليوم عن ضغط الجسم بتاعك، درجة الحرارة، وزنك، كل الكلام ده. فبنقدر إن احنا يبقى عندنا شكل كامل عن الناس بتتصرف، يعني جسمها بيحصل فيه ايه، التغيرات اللي بتحصل وهو في المناخ ده. في جزء تاني يعني من الاجزاء المهمه جدا هي الجزئيه السيكولوجيه. انت دلوقتي حاطط 6 انفار في مكان صغير جدا، يعني السراير كلها جنب بعض والسراير فوق بعض وحاجات زي كده في مكان صغير جدا، فانت ما عندكش خصوصيه قوي في مده ال 15 يوم دول. بتنام 4 ساعات في اليوم، بتشتغل من 16 ل 20 ساعه. في نفس الوقت بشتغل على ازاي ان انا ممكن احفز او الهم اكبر كميه من الناس في الوطن العربي بالذات في مصر ان هم يبصوا على الفضاء، مش ان هو حاجه خيال علمي، وانما هو حاجه ممكن تكون واقعيه، ممكن انها تكون تحصل في حياتهم.